فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للحائض أن تأتي بالأوراد والأذكار المشتملة على آيات من القرآن الكريم؟ نعم، الحائض لها أن تذكر الله وأن تسبح وأن تكبر وتهلل وتستغفر، لها أن تأتي بالأذكار وأن تأتي بالأدعية التي توافق الآيات، توافق الآيات، لأنها لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء، تقصد الذكر والدعاء ولا تقصد التلاوة. نعم.